ما زلنا نواصل تقديم هذه النشرة من الفضائية التشادية من نجمنا بهدف معرفة عدد الطلاب والعمل على تجنب الإضرابات المتكررة بجامعة نجمنا. قامت اليوم الجامعة بتبني نظام تسجيل الإحصاء الرقمي للطلاب. تقرير عبد الله هارون. جل الجامعات الحديثة باتت تعمل بالنظام الرقمي حسب ما يتطلبه العصر في تسهيل وتيسير أعمالها الأكاديمية، وعليه فقد قامت إدارة جامعة نجمنا بعملية تسجيل الإحصاء الرقمي لطلاب الجامعة، وتأتي عملية التسجيل نتيجة لتوقف الدراسة المتكررة في الجامعة، الأمر الذي جعل الإدارة على القيام بهذه العملية الإحصائية الرقمية. هذا ما أكده مدير قسم شؤون الدراسات والامتحانات. أول مرة أنا نشوف عملية ده، والعملية دي أنا حاليا إحنا بنستخدم أبلكيشن بيساعدنا عشان نسوي إحصاءنا على الطلاب هنا. الإضرابات دي كتير، وكثير من الطلاب يعني خلوا يمسون يمنا، بعض منهم مشوا خارج، بعض منهم يعني كسروا الجيش وشيء آخر، لأن العدد كأنه ما نعرفه حاليا. أما عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتكرة الدكتور فنسا دي بول أوضح إن العملية بدأت تسير بخطى ثابتة وراسقة، مشيرا إلى أن الإحصاء الرقمي يعد ضمن تطلبات العصر لتسهيل عملية الدراسة الأكاديمية لمعرفة أعداد الطلاب المنتمين في الجامعة.